السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في حلقة جديدة. الحين هالحلقة شوفوا عندنا نحن فلان الجامعة لفلت، وكل شوي أتم أسوي شو أكاديميك وورك، كل مرة أسوي أكاديميك وورك وقاعد يزيد، وهاي يزيد ريبيتيشن الجامعة على فكرة. كل ما يكون عندنا أعمال جامعية أكثر كل ما كان أفضل، لكن قررت شو أسوي في هذا الجانب. نحن هالجانب قاعدين مثل ما تقولون نسوي سياحة. خلنا نفتح الخريطة العودة، صبر. يعني الحين هني على الأغلب هني قاعدين نسوي مدينة سياحية، وفي تضاريس وفي كذا نقدر نمشي عليها. هني أبى أخليه جانب صناعي ومينة صناعي. ليش؟ أول شيء بنبدأ بمدينة مبسطة من المدن اللي موجودة. خلنا أول شيء نسوي شارع على مدى هذا، وبشرح لكم حركم شو السالفة شوي شوي. وهذا وانا اشوف وايد ناس طالب يعني بحلقات اطول، ولكن 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 حاليا الوقت ما يسمح. انزين، نبى نسوي هذا، بخليه على اساس قلت اول شيء بخليه نفس خدمات نفسها، ولا بوصل الجامعة هالصوب، فبخلي المدن هني مثل ما تقولون، وبخلي المصانع هني. طبعا بنبدأ بالمصانع عن طريق هذا الجسر يمين. هالجسر ترى تصميمه الصراحة مش أفضل شيء. الجسور القديمة هذه الأفضل وايد، بس العيب المساحة نوعا ما، ولا تفكروا فيها ما يأخذ مساحة الضخامة بالضخامة اللي تخيلونها. انزين، المينا الصناعي راح يكون هني. وين راح يكون؟ راح يكون في هذا الاتجاه. أنا سمعت شيء يقول طوط ما أعرف شو، لكن انزين شو بنسوي؟ أول شيء بنسوي لنا انحدار. انزين، وبنضبط الوضع هني. ايوه، الشارع بالطريقه هاي. حلو، بننزلنا الشارع رئيسي صناعي، اربع شوارع يكفي مفروض. انزين، ما عندنا ست شوارع صناعيه؟ لا، ما عندنا، عندنا الاربع شوارع. انزين، بننزل الشارع الصناعي وين؟ تحت وين نحن ناويين نسوي المينا الصناعيه. راح تكون حرفيا مربعات، لان خلال اكتشاف لها اكثر شيء عملية صراحة. بس ما بسوي الطريقة هاي، لا، ابا اسوي شارع هني سيدة رئيسي على المينا. بقول تقريبا هذه. شوفوا وايد منتجات عنا قاعد تنبرع. الحين التحدي اللي راح يواجه الصناعية اني اجيب قطار، لكن مع ذلك المفروض يكون سهل. انزين، الحين خلنا نسوي لنا شارع شوي مايل، بس يسكر سيدة. زين، شوفوا مش جيد ولا سيء، بس شوف يمكن غيره يمكن ما غيره. انزين، الشارع المحيط حاليا اوكي، يمكن نسوي اتجاه واحد او انزين الشارع المحيط. خلنا نسكر هذا بالطريقة هاي، هذا بالطريقة هاي، ونسكر الشارع. الحين الشارع شارعين صناعية حرفيا مربعات قدر الامكان. بس اخترت الموضوع منطقة صناعية كلاسيك بحتة، بتطل على مينا لا اكثر ولا اقل. الحين كل اللي بنحتاج نسوي مي، طبعا مثل ما تعودنا، انا حطيت التول الثاني لان هذا ياخذ وقت. مثل ما تعودنا الفراغ اللي الحين موجود هذا خدمات، هذا اشياء ثانية، لان احنا الحين بعيدين عن اي شيء تقريبا. لحظة خلنا نشوف، خربنا التصميم؟ لا، ممتاز. شارع ايده بشكل جميل جدا، نسوي واحد هني الوسط، ما اظني احتاج صراحة، يكفي هي مربعات كفاية. الماي 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 اول شيء الماي. زين، الماي خلنا نجيب خط من هني لين كنترول يستوي الخط كذا، ونجيب لنا خط مايل من هني لين هذا الدرب، خط سيدة من هني. شوفوا اخذت الخطوط المايلة، بس حاول استفيد منها، يعني هالخطوط اللي مسكرة نوعا ما حاول استفيد منها. زين، عندنا الخط الاخير ما بيرضى لانه بيقول خارج المدينة، صح نوعا ما هي. خلنا ناخذ هذا الخط اللي هني
اسوي بالطريقة هاي. حاليا الكهرباء بمدها بأعمدة لين يستوي عندنا نقاط توصيل المدينة وهذا. بس الأعمدة من وين بيجيبها؟ تعرفون وين؟ من هني الوسط. شوف مكان حق عمود نصب هني. كيف الطريقة هاي نحاول نقدر نوصل ان شاء الله نقدر. لا ما نقدر للأسف. من هني ما نقدر. ايه اقدر امدهم تحت الارض بس ما ابغى. خلاص بمده تحت الارض كان به. والله شغلانه شوي لكن اريح. زين عنا امداد كهرباء قريب. نحن رافعين تاج الكهرباء. يمكن اخطط اذا هذا بيشتي صناعيه هني يكون نووي هني يكون هالسوالف. القطار يرجع من هني في المستقبل. بس حاليا يمكن ما اسوي قطار. بحاول يمكن اسوي من فوق هاي المعرف من فوق الشارع. يمكن يمكن مش اكيد. انزين خلينا نبدا بصنع ولا نحدد المناطق الصناعيه اول شيء. زين وخلنا نخلي لانه بيكون عندنا مينا. اذا عندنا مينا اقدر اطلع بعد مناطق تجاريه هني. موضوع المينا مش متاكد منه. هل نشوف لان البيوت مفروض هذا قريب من الجهه الثانيه. فالبيوت اللي هني ممكن تستفيد من المينا اللي هني نوعا ما. زين هل نبدا في البدايه نسوي هالشيء؟ وهاي للاثنين بالذات عفوا بالذات بنحط لهم مستشفيات وهذا بعد شوي. الحين هالاتجاه لان الجماعه هناك يطلعون امورهم ولا يسوون امورهم هناك المصانع وهاي الامور. بنلعب لعبة ثانية هني ألا وهي مكان أصغر شوي. طريقة هاي طريقة هاي. بحاول أساير المكان شوي. بنسوي حديقة عامة. يحيط بالحديقة شارع. طبعا حدائق ضخمة حاليا انا ما احتاج. عندي منطقة حدائق ضخمة هاي بالاغلب اماكن موظفين يعني. لان الصوب الثاني هنا بيكون في شوية جامعات او خدمات وهلم جرى الى اخر شيء. المكان شوي شوي قاعد نستغل عليه. مثل ما شفتوا اول شيء هنا نحن حطينا التصميم الاساسي بعدين بدينا نعبي. نفس الشيء بنبدا نعبي هالمنطقة الحين وان شاء الله راح تضبط الامور. انزين هذه مقر خدمات في الوسط خلوها. وبحط شو شارع واحد وسطي تقريبا قدر الامكان في الوسط هني. وبحطي الحين الشوارع مربعات بس بخلي شوي مسافة لان صراحة هاي كلها بعماير والعماير تاخذ كمية ناس محتاجة خدمات اكثر. شوفوا العمارة فيها عدد ناس اكثر فاصلا المستشفى الطبيعي او العيادة الطبيعية ما في لها سعة حق العماير. ترى لها كمية مرضى معينة تاخذ العيادة. فانتو شوفوا مش بالضبط قاعد يجيب بس انا راضي. ليش؟ لان حاليا انا مش اهم اني يكون سيدة وهذا ولا اهمي يكون ماشي مع الارض قدر الامكان الطريقة هاي. زين ونسوي الصف الاخير اللي فوق كلاسيكو بس شوي مساحات اكبر ترى في الوسط لو ملاحظين. اقدر اضيف ممر مشاة اقدر اضيف الاشياء يعني. انزين في المناطق اللي تحت محلات تجارية عماير. هني عماير منطقة معتمدة على العماير. والله عماير بيوت اتشاور والله انا اخليها عماير ما بخليها بيوت. زين الحين كل منطقة تأسيس جديد بتحتاجون خدمات جديدة بتحتاجون أشياء جديدة بتحتاجون وايد أمور. زين العماير بشكل عام يمكن في المناطق المستقبلية حتى أسوي الأرض وأخليهم مربعات وأخلي الخدمات قدامهم. وايد مدن بالطريقة هاي ترى يعني خدمات ما تكون في نص العماير نفس ما نحن نسويها وإنما بجانب العماير. زين لحظة خلنا نشوف هاي شو كانت. هذه عماير. الحين على الجوانب بعد عماير تجارية عماير تجارية. اوكي هني مش مش هني كيف لا. انزين الحين هاي بينتج عنها مجموعة اشياء. صبر اول شيء خلنا نشوف اقدر اوكي
مدينا كهرباء، الحين هبي امتد لك كهرباء ما عليه، والحديقه راح تسوي حلقه توصل بينهم. الحين ابى اوفر الخدمات للمكان هذا، بس ابى هالمكان سيده. وتميت افكر كيف اسوي مكان سيده بدون ما يجيب العيد، يعني لاني لو جيت الحين سويت شيء شوف يستوي عندي حفره صحيح، فشو الحل؟ في حل، لكن الحل فكرت فيه انا لكن ما طبقته، لكن ان شاء الله يضبط اللي في مخي، ان شاء الله يكون ان شاء الله يضبط اللي في مخي. بس خلينا نسوي الارض هذه سيده اساس تكون مجمع الخدمات الفعلي. انزين الحين بس بنعدل الاطراف، اوكي نعدل الاطراف. انزين اول شيء بنسويه بحاول لان الحين عندي استوى زوايا هني صحيح، اللي بحاول اسوي انزل الشارع من هني لين تحت. الشارع راح يكون اربع شوارع اكيد، زين في انحناء، يعني تذكرون سلسله الجبل؟ والله ما اذكر اذا يوم سوينا قريه فوق جبل لو تحيدون، كنا نماشي انحناء كل شارع. شوفوا الحين منطقي اكثر ان عندي شارع هني وعندي اشياء هني. انزين نفس الشيء بالنسبه لهذا الاتجاه بالطريقه، شو هاي هذا بيسوينا السنتر مال المركز هذا. السنتر هذا طبعا خطير، بس الشيء الوحيد لازم نين على الشارع شيفت كنترول كليك بالطريقه هاي. شو راح يستوي هذا شارع رئيسي، هاي ما بيوقفونه يعني قدر الامكان. الشوارع الصغيره هني هاي شارع خدمات، بحط الشارع اللي ما فيها اي نقاط التفاف، زين وبنسوي شيء. بس الشيء الثاني اللي نحتاجه نصير عند الحصى، نجيب لنا حصى هاي سويناها قبل حق مواني اذا تذكرون، بس الحين برجع اسويها حق شو شيء يضبط مع الوضع. ابا حصى لازق في بعض اكثر، اوكي هذا قد يضبط اذا رصيته 100%، حطيته جنب بعض الطريقة هاي. هو عندنا حاجز صخري من فوق، اوكي نسوي هنا حاجز صخري اظن شوي كبير على المكان بالطريقة هاي. اوكي صار عندنا الحاجز اللي هو قدامه. انزين اول شيء نحل مشكلة الماي اللي انا سويتها حق الصناعية دايركت، بس ما سويت حق جماعة المساكين اللي هني، فخلونا نحطي لهم ماي. بحاول ما اخسر وايد بيبات لان البايبنج هني مش لف شوية الصراحة نوعا ما. اوكي هني بتستوي عندنا ازمة ثانية الخدمات الاكثر، بس نحن محتاجين نوصل 36,000 لان شخص ما عنده موظفين، ما بدي بلكم موظفين من هني. هذا بسوي اظني خط رام الحين ضمن الخدمات، يعني هذا شارع كبير اقدر اجيب من ترام يدخل عرض مثلا من هنا يدخل ترام او جسر وسوي هذا كامل طريق شو ترام يجيب الناس. لا بعد ما تسوى حرام، خلينا نحط اول شيء الخدمات. اول شيء بنحطي لنا مركز شرطة، لحظة إذا حطيه هنا بيوصل هناك؟ لا يبقى لي مركز بروحه. زين الحين هالسوالف تضرب بالميزانية، ترى الحين الميزانية تضرب من هاي الأمور. زين حطي مركز شرطة هني، بنحطي مطافي كبير هني حاليا، بنحطي مستشفى هني، بنحطي خدمات نقل هني، مقبرة ما بنحطي عندنا مقابر وايد هناك مفروض يجون ما عندنا مشكلة. زين نوصل كهرباء، هذه الحين خدمات اكثر من اساسيه ما سوينا اي ديتيلينج عليهم، بس شوي شوي بنبدا نسوي ديتيلز ترى. زين من يزيد عندنا العرض والطلب الحين بنبدا نسوي تفاصيل. ولا اقول ليش التعب، ليش قلنا نسوي شارع نسوي شارع غير ليش البخل الحين هذه طلع ونزله فهمت، بس انا ليش مستبخل في الشارع. زين بنسوي مربع هني، شوفوا مربع هني بالطريقة هاي،
زين اركب دخيلك. ايوه شكرا. زين الحين لؤيب البوليس هيت كوارتر نت انف موني. ووو ما عندي فلوس انقل هذا. زين طبعا هذا الشارع قبل لا اسوي له ريلوكيت. لحظه كم يشل؟ اوكي مش هذا، هذا بعد 37,000، هذا بعد كم؟ 46,000. انزين معناه هني ببدا اشتغل شوي شوي على راحتي. سوي لهم غلطت انا في العمل المفاجئ. انزين ممكن اسوي شيء بالعكس. صبر اسوي لكم حسب اوفر تكلفه حاليه. مخرج باركنات هني بالطريقه هاي خلف مركز الشرطه والمستشفى. انزين 8 في 2 كنترول اي حق الاناركي اساس نقدر نبني شيء فوق شيء. انزين بنبني بالطريقه شو هاي، بنحطي باركنات سيارات كهرباء. هي صفة حلوة يعني كمية طيبة. بنيب أصحاب الهمم بنحطيهم. شوفوا الحين هو تفاصيل مهمة بس أنا شوي بتلعيد في الموضوع بس ما عليه بس ما عليه. بنحط الشير برام. والله في الشير هذا استوى من الشير المفضل عندي اللي هو هذا الشجر، هذا شجر سوري عفوا. بنحطي صف الشجرة هني حق الباركنات. ويا سلام سلم، يا سلام سلم هني. زين الحين بنبدأ خدمات نقل. خدمات نقل بدأت تتضمن اوكي this is bad، هذا شيء سيء جدا. الحمل اللي مستوية هني وايد سيئة. ليش يروحون اخر شيء؟ انا العقلية مرات اللي يشتغلون عليها. فخلونا أول هذا المكان على أساس الانسيابية. أنا آسف يا حصاب لكن I have to سوي لا ثلاث شوارع 3 lane highway كليك. هذا بشيله الحين دقيقة. ثري لين هاي واي هني نفس الشيء كذلك. 3 lane highway كذلك بالطريقة هاي. ونعدل الأولويات كنترول شيفت كليك كنترول شيفت كليك. والحين نشل الأشياء اللي ما لها داعي من المعادلة. زين والحين شو بنسوي؟ هذا عادي ما عندكم مشكله. هذا حطود دق بيج اب يرفع الشارع. في حد سالني اي فصل ينزل بيج اب بيج اب بيج اب بالطريقه هاي. بعدين ينزلون الى منحدر اوكي بس ما يستوي الدوار نفسه ينحدر. انزين بس الحمايه حطي له ماني حاجز. اوه بينجلب هذا يا ولد. والله مصيبه. زين في بعض السايقين والله مصيبه. زين هذا معناه ان احنا هني مبدئيا سوينا شوي اشياء يعني كتصميم سيء صراحه. كتصميم سيء. شو السالفه؟ هل نقص في الكهرباء ام هو ما توصل له؟ ما توصل الكهرباء. حط واحد في الوسط ويوصل الكهرباء. انزين الحين كمبدا شويه سيء استوى المكان. بس 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 هذا لا يمكن يوقف عند هذا الحد. بنخلي هالثلاثه عند بعض بس بسوي شيء ثاني. الشيء اللي بسويه فكرت فيها بدل ما انقل واخسر فلوس. قلنا عندنا الباركمنس في العاده احنا نستعمل. بنسوي بالطريقه هاي انه ما نبني شيء. بنسوي حوطه نسكرها. يعني نظريا نظريا لو تركزون معي كانه باركن حق او المكان حق الخدمات الحكوميه مش حق الناس. طبعا هم بيستعملونه ك يعني كاللعبه تستعمله لكن نحن بنفترض انه شو ما تستعمل ان هاي المنطقة بتكون كانها الباحة الخلفية لمنو المستشفيات والسوالف. بس هذا مش سيدة صح؟ اوكي خلنا نعدل هذا الشبك. والله الفكرة طيبة اظن الفكرة بتعجبكم ان شاء الله. انزين الشير المفضل مالي وين وين صرت الشير المفضل؟ تعال شير هني شير هني شير هني. اوكي بما ان مركز الشرطة هني اقدر شو اسوي؟ اسير عند الديكورات الحصات تذكرونهن في سيارات قديمه بسويها باحه حجز. ايوه هاي باحه حجز الشرطه وبحولها تراب تحت السيارات هاي. وبنقول انهم للسياره للشرطه يعني. فخلاص كانها ساحه حجز بتستوي.
والله هم المشكلة كلها من نفس الشكل، لو كان يطلع لي خط مثلا عشوائي من السيارات كان بيكون حلو. والله في قوارب قديمة بعد. هاي ساحة الحجز، مضيع سيارتي هني. في التفاصيل الصغيرة مرات يعني تضيف عليك أشياء حلوة. هذا خلى ناقص بعده في مكان حق حجز. أوكي الحين وين اللي تحت؟ الصبر قلنا بس حق تحت السيير، ان السيير مخربين مكان. ساحة حجز شوي عشوائية، بس مش انها عشوائية ان نكسرها سبب طريقة هاي زيادة يعني. فهذه بعد حجز الشرطة اللي هني موجودة. لا والله مش سيء تصدقون، انا الصراحة جيد، ابدا مش سيء يعني. انا اشوفه من وجهة نظري جيد يعني، انا راضي عن النتيجة. اللي المركز هني خلاص حجوا سيارته، حد قال لي يخالف. والله هني بنحط كم عمارة تجارية، بس شو ابا يكونون جون 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 اي تي يعني. بنحط عماير تجارية، بنسوي زون هني، هذا اللي هني بنسوي اي تي كلستر. شكلهم شوي بيكون غير. تذكرون الاي تي كلستر صح من السلاسل الماضية؟ سيلف سفشنت لا كان هني مش ايوه، هذا اي تي كلستر. بخلي اي تي كلستر، بيهدمون بيردون يبنون ما عليه. انزين الحين بنحط جيجا شارع إيه. 90 درجة لا مش 90، خلينا نشوف 90 الدرجة كيف وضعها. لا 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 لا, لا تلعب في اعصابي. بليز 90% بليز 90 ديجري بليز بليز يس. هذه الاستعادة على شيء سخيف تحسونه، لكن 90 درجة تفرق في البلوك. بيبني مبنى مربع بالضبط. لا هالحبة هاي بتي بالعيد. انزين شوف الزون شو اخباره. اوكي هذا الزون كله اي تي كلستر، بيطلعون عماير شوية اشكالهم غير. اوكي شوية اشكالهم غير، بس بيكونوا حلوين يعني، ما بيكونوا سيئين. اللي محتاجين نسويه الحين حلقة وصل بين هذا المكان وبين المحطة اللي هني وبين باقي المدن. يعني من العادل نقول أول شيء نبغى نجيب هني ناس قبل باقي الأماكن، لأن هني صناعية ونحتاج الناس تشتغل. إنزين دام المكان بدأ يحترق، أنتوا أعلنتوا استحقاقكم عن محطة مطافي. إنزين الحين اللي نبغى نسويه نجيب مواصلات، نجيب مترو. مترو من المتروات العجيبة اللي عندنا هني. Elevated Metro Station. Elevated أحيد لا بالعكس أبا أيوة. هذا ممكن ينزل الموظفين في المنطقة بدون ما ياخذ مساحة كبيرة عنها. هاي بعد والله هذا حق صناعية زين. بس شو underground عندنا options؟ لحظة هاي underground بس أحسه حلو، نقدر نحطي على الشارع الرئيسي بس بيسوي زحمة، فبنحطيه هني في هذه الزاوية. اوكي شوفوه اندر جراوند، فبالتالي ان شاء الله الفلوس تكفي. زين بمد خط مترو من تحت الارض الى not enough money. والله كنت متوقع اذا امد هني اقدر اروح يمين ويسار، لانه يبقى 129,000 وتهل 130,000 150,000 كانت ارخص نقطة اول نقطة. 129,000 ترى فلوس، خلونا نفكر فيها. خلنا نشوف اذا نحن عندنا خدمات، ما عندنا خدمات هني. بنينا صناعية، نحتاج نبني شيء ثاني على اساس نزيد الطلب على الناس. هذا في حال توفر الفلوس طبعا اتكلم. زين في حال توفر الفلوس قبل ترانسبورت تور وينه؟ سي سكاي لاين تور. اوه انا هاي ناسنا تماما. والله صدقون في له مكان هني في زاوية هالمدينة بالضبط. نحطيه اوف يلفت كيف اركب.
كيف اركب يا رباه؟ كيف اركب؟ ترى الحين هالسوالف اللي انتم تشوفونها ممكن تستهينون فيها، لكن هاي تجيب لكم كمية سياح ترى خرافية، وايد 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 يعني تسوي فرق، تسوي 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 فرق. طيب بس بما ان احنا عندنا صناعية هناك موضوع ثاني ترى، لان الصناعية ثيمها مختلف. زين، كنت انا ابغى اسوي الصناعية ترى كامل اسمنت. دقيقة تذكرت الفلوس، ما عندي مشكلة بخليها تمشي شوي اللعبة عقب بكمل المترو. زين، مع انك عندي 400,000 يوم بدينا. زين الحين الهدف الاسمى ان نزيد المنطقة السكانية اللي هناك، ومش هدف سامي يعني، بس الافضل خلنا نحط المنطقة هاي كامل as شو منت. اوكي، هاي يمكن شوي غير اللي محط فيها مطافي وشرطة وغيره، بس شو بيتعدل عادي يعني. بس اذا حطينا هني مينا، لازم اطلع المينا برا وشارع داخل المينا، او مينا عود خارجي. ابقى انزل كونتينرز حاويات، بس هذا الحين ما عندي ولا مود حاويات وهالسوالف. لو كان عندي مد الحاويات كان وضع كامل مختلف. ولا تفكير، يبالي عصر مخ، لان اللي هني بعد مشكلهم قاعد يبنون. شوفوا، نقدر نخلي بما ان الخدمات نحن حطيناها تحت، كنت بحط المترو هني، بس على ما يبدو راح اسوي تغيير في الخطط شوي، لاني بوصل هالمدينتين في بعض. يوم بوصلهم في بعض كل شيء يمكن بيتغير. بس اول شيء عشان احنا هاي الشارع مخرب الزحمة، صبر، افسح الطريق الباقيين بيكملون. عفوا، كليك افسح الطريق الباقيين بيخلص بيروحون بيمشي الشارع هذا افضل. بتشوفوا الزحمة هنا قامت تستوي. هالجسر تعبان ترى صراحة، هالجسر تعبان محتاج تعديلات. انزين، انتو وين واقفين سايرين؟ وزين، انا عندي فكرة، لان هذا ساير يسار اكثر الناس بيروحوا يمين، صح؟ المفروض اذا رول اس، ايوه انت رول اس، المفروض هذا يخفف الزحمة هني ما يستوي. جربته قبل صعب لانه وايد شغلات موصولة في بعض. زين، فالحين اذا هذا مش قادرين يروحون، هاي المشكلة. نشوف هني شو الوضع، الوضع صعب. لا الوضع صعب، مفروض اسوي طريق دايركت واتخلص من الموضوع. انزين، اذا السالفة شي بسوي مايكرو مانجمنت، هاي شغلات اللي اسويها في العادة ورا البث على اساس الزحمة. اوكي، بخليهم ما يبدلون الشوارع الا قبل. اوكي، اللي يبي يروح يروح وقتها، وعقب هني سيدة، عقب هني كل واحد سيدة، خلاص اللي بيروح شارع ما يتريى هني من قبل يبدل، على اساس الزحمة شوي تخف والناس اللي بتروح يمين من بدري تلف يمين. انا اشوف الناس كيف يا ستي تتزاحم. ايوه، الحين شوي بيكون احسن، مفروض الزحمة تخف. بس هاي الزحمة والعيال، لحظة هذا وضع صعب، وضع وايد صعب. لحظة، ما يمشي الحال بالطريقة هاي. نقدر نسوي شيء شوية فيه نوع من أنواع التخبيص مؤقتا قبل لا أني بغيره بعدين. أنا أعرف نسوي بالطريقة هذه. ايوه، ام بيرفكت. عفوا، كنت ابغى اتجاهين انا، ليش حطيت اتجاه واحد؟ ما بغير الشارع اللي تحت، لازم انتبه. اوكي، تشوف منو ياخذ الاختصار هذا حاليا؟ مفروض في ناس تاخذه يعني،
نختصر شارع هذا، ما حد عايبنا ابدا، ما في حد عايبنا. زين، الطريقه الثانيه هذه مؤقت على فكره، بشله 90 بخلي 140، اللي بتشوف كيف ما يستعملونه لين احصل لي طريقه احل فيها مشكله الزحمه هاي، الازمه هاي، او جسر ثاني يمكن بغير، بخليهم يستعملون هذا الطريقه. وقاموا من الحين يستعملونه، اوكي من زدت الشرع قاموا يستعملونه وايد اوكي. بس هني ما ينفع هذا، هني لازم دور. شوفوا هالسوالف ترى تستهلك وقته، من الحين اقولكم سالفة اسوي دوار، اسوي هذا، اسوي ترتيب حق الزحمة، من اغير اماكن اشياء، لازم وايد وايد بتاخذ وقت وتحرق اسمه جهد وتحرق ميزانية المدينة على فكرة. على الاغلب في الفيديو القادم ان شاء الله احنا راح نحط المينا، بس الحين لازم اخلي اللعبة شغالة شوية عشان السكان يرتفعون والانكم يرد. الانكم ترى بينتعش الحين وايد على فكره، مش شوي. اذا خلنا شو نسوي دام ان احنا عندنا شارع عندنا قبل، الله اخليكم زين، خلنا نسوي بالطريقه هاي. شارع السيده، شارع صناعيه ملتف، لان هذا شوفوا الحين هذا ترى في نص مدينه خلاص، مو بيروح مكان، عرفتوا؟ فبالطريقه هاي نقدر نسوي شارع صناعيه ونقدر نجيب دوار، بس لازم اكبر لان شارع عود بالطريقه هاي. الناس ممكن تستعمل شارع ثاني اصلا، ما بتستعمل. شو على طول قاموا يستعملون الشارع. نايس نايس. هذا شو هذا اللي مدني شارع داش داخل، اوكي طلعنا الشارع حسب ما يبقق. انزين شوفوا الحين في ناس تقدر تاخذ يمين، الحين المفروض اوتوماتيك الزحمه تخف لان الزحمه قامت تجي من اتجاهين. صبر خلينا نشيل الشارع الكتره. شوفوا انا قاعد اجرب وايد اشياء، يوم اسوي طارف اللي هو بعدين نزل شارع. زين قاعد اجرب وايد اشياء مقابل ان انا قاعد نجرب ضبط زحمة. ترى الزحمة شيء من اكثر اشياء صعوبة في سيتي سكايلين. وين garbage spiling قبل لحظة، مع ان الجاربج ستيتس عندي عندي محطات لين باكر ولا زال عندي الوضع يدهور. انزين الحين هالعماير مش بس بالطريقه هاي، العماير قابله انها تتطور بعد. انزين بطلع من هني بعدين ان شاء الله، بتشوفوا شكل العماير هاي بالله عليكم مش حلوات، انت قولوا لي. انزين عقب بطلع شارع من هني من تحت بيبلين المنطقه اللي بنمدها، لان بنمد المنطقه بنلزقها هني. هني اصلا في خدمات وفي مترو، عفوا ترام هني، يمكن امد الترام للمدينه هاي. اوكي يا جماعه الخير، قبل لا بنت صار عندي خط المترو صار عندي، بس خلنا نتأكد ان راكب، لان ركب بلا وزني. صار عندي فلوس خط المترو، شوفوا هي 29,000. زين بسوي خط واحد يروح لين، ما بأزيد ستوب زيادة، فشو بسوي؟ ما اقدر ازيد ستوب هني، بوقفه هني. عندي خط ثالث، نايس. برجع لي وين؟ هني. الحين كل المدن الثانية ترى يجون هني، كل الوقفات الثانية توصل هني، فيمكن ما احتاج حتى يجون هني، بعدين يروحون هناك. شوية طريق لكن ما عليه، مو مشكلة. مقارنة في الوضع الحالي نحتاج موظفين يوصلون لين هني، والمترو من افضل الطرق اللي الموظفين ممكن يوصلون فيها. بعد عندي زحمة، بس الزحمة نوعا ما خفت، نوعا ما نوعا ما. هذه المشكلة، المشكلة انه نوعا ما مشكلة، كلهم يلتزمون في طريق واحد، مش فاهم ليش. صبر انا هذه متنحة وياي، انا اسوي لكم اياها هني. انا هذا الطريق اباه بس يلف يسار، حلو. وهذا الطريق وين يروح؟ سيدة. وهذا الطريق يروح هني وهني بس. زين بخصوص هذا بس يروح يسار، وابا هذا يروح هني، وبهذا ما يلف هني، ما في مكان يلف يمين، فليش ما اخذ شارع كامل على الفاضي؟ لانه بيلف يمين من هني. فهمت علي ايش سويت؟ شوية مايكرو مانجمنت منظر، لان كل الشوارع لازم تروح سيدة.
اي لازم يتوزعون، مش لازم يبهدلون بعمارهم. هني كنترول اس، اوكي كنترول اس مفروض يحل الموضوع. زين هذا هني انا افهم ليش يروحون يمين، بس باقي الاماكن ما افهم. بس الشارع مفروض الحين يمشي افضل وايد صراحة، مفروض وايد افضل يمشي. بس بعدهم تنحين على موضوع هذا الشارع، ما ادري ليش ما في لفة يسار الحين، بس كله سيده يروح. بس تنحوا الجماعة خلاص، ما يبون خلاص بكل بساطة يعني. بس بعد يعني بما ان فتحنا شارع جديد وبينفتح الشارع هذا بيكمل للصوب الثاني من الكورنيش ترى اصلا، بعد راح يوفر علينا زحمة. بس الزحمة اللي هنا ترى مش طبيعية. ليش؟ لان اول شيء صناعية وما عندنا قطار وما عندنا حتى مينا، فانا ابى اجيب المينا اللي بقطار. بس شوف الفلوس كيف تزيد، ترى تو قبل شوي صار في 120,000 على مترو. انزين المترو اللي هنا شو اخباره؟ يجيب حد؟ والله يا ناس. انزين الحين هني بيستوي شوي مكان تجاري وهني شوي مكان سكني، يعني خلنا نوضح لكم الفكرة. هذا المكان يا اصدقائي دائما تقولوا لي لا تلتزم بحل وقت الحلقة، اوكي؟ الحين ما قاعد التزم، قاعد اجيب العيد. انا وقت الحلقة مفروض يكون شيء مقدس، لاني مخلص مشروع وادخل في مشروع بالعادة نص ساعة هي الوقت الاوكي يعني، عرفتوا؟ بعد النص ساعة يستوي الوقت مش اوكي، اكثر من نص ساعة متواصلة صعب التركيز في مشروع واحد. الواحد يبدأ يفكر في 6-7 شغلات في سيتي سكايلاين، فلازم تاخذ لك بريك، تشرب قهوة، تحطي سماعة في الشرج، يعني من هاي الامور لازم يعني تكون مروق المانجا. وترى خلى السنبنك شغال يا اخي. زين ترى هاي سيتي سكاينان لازم بالطريقه هاي. زين في ماي هني، يعني قطيع ماير سكنيه في الوسط، هاي اللي عندهم مدارس، عندهم حاطين على الشارع حاطين. زين نسوي بالطريقه هاي ونسوي في الوسط كم عماره تجاريه، يعني على يم شوي عماير. اذا الباقي بسوي بيوت لين في الوسط يعني، صراحه ما احس اني في مود عماير. وبعدين بتوصل لهذه النقطة، بيوصل لهذه النقطة شوي شوي بيتوصلون في بعض. والمترو اللي هني بنشل منه نقطة، بني بمترو ما بين هني وهني، واللي هو راح مفروض يخدمنا خدمة كبيرة. مشكلة هاي منطقة تعتبر ضخمة يعني، كثافة عالية مقارنة في الزحمة اللي ولا الجسور اللي اطلب منها كل الضغط هذا. مع انه في جسر هني بس ما حد يبغاه. هني بعد دوار خلاص على الكورنيش، لازم كله دواوير، ما في مجال حاليا غير الدوار. هذا ما بشله، هذا به نزل شوي وبنشل هذا. شفت كنترول كليك حسب الاثنين يشلون ضغط الشارع. هاي الاثنين على جسرين فوايد ضغط كان عليهم، بس في فرق في الزحمة صراحة، في فرق جيد. بس هاي اللي هني مسوين ازمة شوي في الحياة الواقعية صراحة. زين اذا بنسوي لهم خط 4 شوارع، زين ما بنلتزم في المحيط، ممكن نعدله. اوه فتحنا الشب، وممكن ما نعدله ترى بالطريقه هاي. اوكي نايس 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 يا جماعه الخير. الحين بيستوي عندنا طريق بديل يعني، شوفوا بدل ما يروحون كلهم نفس الشارع صار عندنا طريق شوي بديل، يريحنا من عبء الاشياء هاي. واصلا من يستوي عندهم مينا راح يخف كله. نشوفكم في الحلقه القادمه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.